أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من سلسلة ميدسبورت حصاد الأسبوع، ونبدأ كالعادة بعرض أبرز العناوين. ضربة قوية لبرشلونة وباريس، مزاد رسمي لشراء اليونايتد، وفاة نجم البلاك ستارز، لابورتا مطالب بالتوضيح أو الاستقالة، زيدان إلى وجهة مفاجئة، نجم اليونايتد يفكر في تمثيل إسبانيا بدلاً من الأرجنتين، عرض مغر لبنزيما من السعودية، هدف برشلونة يرحل مجاناً عن نادي، مارسيلو ينهي عقده مع ناديه ويعود إلى ريال مدريد، والمزيد فابقوا معنا. حصاد التوب 5. فيليب ريميرلايك استعاد أرسنال الصدارة بفوزه على أستون فيلا، وتعادل مانشستر سيتي أمام نوتنغهام فورست، وفي الليغا فوز جديد للبارسا على قادش مع شباك نظيفة، ليصبح أول فريق يخرج بشباك نظيفة في 17 مباراة خلال أول 22 جولة بالدوري الإسباني على مر التاريخ، بينما تغلب ريال مدريد بدوره على أوساسونا ليستمر الفارق بينهما بثماني نقاط. أما في البوندسليغا اشتعلت المنافسة بعد هزيمة المتصدر بايرن ميونخ أمام العنيد بوروسيا مونشنغلادباخ، ليلحق به في الصدارة بوروسيا دورتموند الفائز على هيرتا بيرلين ويونيون بيرلين بتعادله مع شالكا، وجميعهم يملكون 43 نقطة في الصدارة مع فارق الأهداف لصالح العملاق البافاري. ننتقل إلى الكالشو، وهناك فاز نابولي على ساسولو ليحافظ على فارق 15 نقطة عن أقرب مطارديه إنتر ميلان الفائز على أودينيزي. وختاماً مع الليغوان، حيث فاز سان جيرمان على ليل ليستمر متصدراً بفارق 5 نقاط عن المطارد مارسيليا الذي انتصر على تولوز. مزاد رسمي لشراء اليونايتد. بشكل رسمي تلقت عائلة غلايزرز الأمريكية المالكة لمانشستر يونايتد عرضين من أجل شراء النادي، الأول من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس مصرف قطر الإسلامي من خلال مؤسسة ناينتو المملوكة له، وهو عرض بلا ديون للاستحواذ على 100% من ملكية النادي بهدف إعادته لأمجاده داخل وخارج الملعب، على أن يتم الاستثمار في فريق الكرة، ملعب التدريبات أول ترافورد، البنية التحتية والمجتمع الجماهيري بحسب ما جاء في بيان جاسم بن حمد الرسمي. وقدرت تقارير العرض القطري ب6 مليار يورو، ولم يمر وقت طويل على استقبال يونايتد لهذا العرض حتى تقدم رجل الأعمال البريطاني السير جيم راتكليف بعرض منافس من خلال شركة إينيوس المملوكة له، مؤكداً أنه يملك مشروعاً طويل المدى للنادي وجاهز بالفعل. وأشارت تقارير إلى أن عرض راتكليف أقل مادياً من العرض القطري، لكنه لا يشمل الاستحواذ على 100% من أسهم النادي. إصابات. ضربة قوية تعرض لها برشلونة بإصابة نجمه بيدري غونزاليس في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن في مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي، وسط أخبار تؤكد غيابه لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، وبالتالي لن يلعب إياباً ضد يونايتد وذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا ضد ريال مدريد. كما تعرض البرازيلي نيمار لالتواء شديد في كاحله خلال مباراة ليل الأخيرة، وبحسب صحيفة لو باريزيان لا تبدو الفحوصات الأولية مبشرة، مع توقعات بغيابه لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، لتصبح فرص مشاركته في إياب ثمن نهائي الأبطال ضد بايرن ميونخ ضعيفة للغاية. وفاة كريستيان أتسو. أخبار صادمة تلقاها نادي هاتاي سبور ومحبي الغاني كريستيان أتسو مؤخراً بعد إعلان خبر العثور على جثة اللاعب تحت الأنقاض عقب مرور 13 يوماً من وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، لتنتهي بذلك حالة الجدل والأنباء المتضاربة التي أثيرت حول وضعية أتسو في الأيام الماضية، ومن بينها أنه تم الوصول للاعب حياً قبل أن يتم نقله إلى المستشفى متأثراً بجروح وكدمات مختلفة، لكن سرعان ما قام وكيله وناديه بنفي هذه الأخبار قبل أن ينتهي الأمر بتأكيد وفاته ونقل جثمانه إلى بلاده. لابورتا مطالب بالتوضيح أو الاستقالة. يرى خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا أن أخوان لابورتا رئيس برشلونة
عليه أن يخرج ويوضح بشكل جيد ما حدث فيما بات يعرف بقضية بارساجيت، وإلا يجب أن يقدم استقالته. وأصبح برشلونة منذ الأسبوع الماضي متهماً بتقديم رشوة خلال الفترة ما بين سنتي 2016 و2018، بعد أن دفع مبلغ 1.4 مليون يورو لنائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الليغا. وقال تيباس في تصريحات إعلامية: إذا لم يشرح بشكل جيد أو معقول سبب تلك الدفوعات، أعتقد أنه يجب عليه الاستقالة. لقد قدم بعض التصريحات السطحية، ومن خلالها يبدو كأن جميع أندية كرة القدم فعلت نفس ما قاموا به. وأضاف في حديثه عن بلاغات الأندية الإسبانية التي طالبت بفتح تحقيق في الموضوع: كل ناد له الحرية في نشر بلاغاته. هناك قلق عميق لدى معظم الفرق حتى بالنسبة لبرشلونة، يريدون أن يتم التحقيق في الأمر حتى النهاية. لقد شرحت ما سيفعله الليغا، من بين أمور أخرى كتبنا خطاباً إلى مكتب المدعي العام مع بعض المعلومات التي يمكن أن تساعد في التحقيق. إننا نعتقد أن هناك مؤشرات كافية لتقديم شكوى ومواصلة التحقيق. منوعات. في الوقت الذي انتظر فيه الكثيرون سماع أنباء عودة زيدان إلى الملاعب كمدرب لأحد الأندية الأوروبية، فاجأ مدرب ريال مدريد السابق الجميع بخبر غير متوقع يتعلق بتوليه منصباً جديداً مع فريق ألبين الناشط بسباقات فورمولا 1. وقال زيزو في تصريحات لصحيفة لو فيغارو: وقعت عقداً كسفير لفريق ألبين الذي ينشط في سباقات سيارات الفورمولا 1. لدينا اتفاق في العقد بأنه إذا تلقيت عرضاً للعمل مدرباً بأحد الأندية الكروية فلن يكون هناك أي تعارض في الأمر. في المقابل أعلن المهاجم الإسباني فرناندو يورينتي اعتزال كرة القدم بعمر 37 بعد مسيرة امتدت ل18 عام، مثل خلالها عدة أندية أبرزها يوفنتوس، توتنهام وبيلباو. هذا وأكدت صحيفة ديلي ميرور أن جوهرة مانشستر يونايتد أليخاندرو غارناتشو يفكر في تمثيل إسبانيا بلد والده ومولده على صعيد المنتخب الأول عوضاً عن الأرجنتين بلد والدته، مشيرة إلى أن تذبذب رأي اللاعب جاء بعد أن استبعده سكالوني من قائمة التانجو لمونديال قطر، علماً بأن غارناتشو كان قد أثار الجدل قبل أشهر عندما نشر صورة له رفقة كريستيانو رونالدو وكتب عليها: الأفضل في كل العصور، ليلقى هجوماً كبيراً من الجماهير الأرجنتينية ومنهم سيرجيو أغويرو الذي رد عليه بالقول: ذلك لأنك لم تلعب مع الأفضل بعد، ميسي. جديد أخبار الانتقالات. بعد 5 أشهر فقط من انضمامه للفريق، أعلن أولمبياكوس اليوناني فسخ عقد البرازيلي مارسيلو وسط أخبار تتحدث عن استياء النادي من حالته البدنية بعدما تعرض لإصابة أبعدته عن المباريات منذ فترة. وبحسب صحيفة آس، سيعود اللاعب لتلقي العلاج تحت إشراف ناديه السابق ريال مدريد في وقت أكدت فيه شبكة ريليفو أن مارسيلو غادر أولمبياكوس لأنه تلقى عرضاً مغرياً من فريق أجنبي، مع توارد أخبار أخرى ترجح أن يكون النصر السعودي هو صاحب هذا العرض ليجمع البرازيلي بصديقه رونالدو. كما أكدت شبكة ريليفو أيضاً أن الفرنسي بنزيما يمتلك عرضاً مغرياً من السعودية لمدة موسمين، حيث سيحصل على راتب سنوي يبلغ 60 مليون يورو خالية من الضرائب، لكنها لم تحدد اسم النادي. وقالت في الوقت نفسه أن بنزيما متخوف من أنباء احتمالية إقالة أنشيلوتي عقب كل خسارة، لأنه يعشق المدرب الإيطالي الذي منحه الكثير من الثقة. من ناحية أخرى، تأكد رحيل الفرنسي ماركوس تورام عن بوروسيا مونشنغلادباخ في الصيف المقبل بعد نهاية عقده وفقاً لما صرح به المدير الرياضي للنادي، علماً بأن اللاعب يعد أحد أهداف برشلونة، وبالتالي سيكون الأمر سهلاً أمام العملاق الكتالوني إن أراد اللاعب ارتداء قميصه.